على النبي القرشي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أخرج الإمام البخاري في الصحيح باب تحت عنوان فضل صلاة العصر من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني ليلة البدر، فنظر نظرة إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا الحديث فيه فوائد. فيه من فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجلس إلى أصحابه ويستأنس بهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قلنا: يا رسول الله، إن أحدنا ليحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل يمثل هذا كبرا؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولذلك قال العلماء: غمط الناس أي استحقار الناس بألوانهم وأجناسهم وقبائلهم وغيرها من المميزات. بطر الحق ده تعرف زول متكبر، ده اللي بيرد الحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وهو يردفه على حمار، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذلك أخرج الإمام أحمد في المسند والطبراني وغيرهما من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يمنع رزقا ولا يقرب أجلا. فالحق الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق الله على العباد، وهو إفراد الله بالتوحيد، وأن تصرف العبادات لله رب العالمين وحده لا شريك له. لذلك قال الله جل وعلا: وأن
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فهذا هو الذي خلق الله من أجله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مش ربنا قال والسماء بناء الختمية؟ شيوخ بتاعنا الدرويش ده الختمية قالوا الشيخ بنى السماء، فهمت؟ قالوا الشيخ بنى السماء، وعندنا الكتاب موجود. قال أنا عرشها، مش قعدت هنا استحمل بس الليل، قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها. ده محمد عثمان المرغني نقلا عن العيدروس في كتاب فيوض البحور المتلاطمة في كشف الراتب المسمى بالأنوار المتراكمة، بيتكلم عن عيدروس ده الشيخ بتاع الختمية. قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها، قال أنا بنيت السماء. ذيل الختمية. وربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ده الله ولا محمد عثمان المرغني؟ ده الله ولا العيدروس؟ ربنا قال متاعا لكم ولأنعامكم. ربنا يا أخي نزل لك مطر من فوق وينزل على الأرض، ثم تخرج الثمار وتاكل وتشرب، تشرب موية باردة وترقد تنوم ترتاح، بعدها تقول يا المرغنة تلحقني يا أبونا الشيخ محمد عثمان الختم تلحقني؟ مشرك مشرك، لأنه ربنا قال إن تدعوهم مرغني ولا برعي ولا المكاش ولا غيره، الله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نحن بنتحدى أي ختم، وأول زول الدرويش اللي بنادي السيدة مريم ده ستي مريم، ما تنادي لك راجل انت، انت لما انت نادي تنادي لك مره كده، نادي هسي نادي، قول له يا السيد محمد عثمان المرغني اخ الوهابيه ده اللي قاعد ينبزوك في السوق المركزي، وقف حلقته والله ما بوقفها. نتحدى اي درويش واي صوفي في البلد دي، نادوا هسي خليه يوقف الحلقه دي. يا اخي ربنا قال، ربنا قال في القران، وده ما مجنون، شفت ده ما مجنون ليه؟ لانه قبل اسبوع، معلش دقيقة، قبل اسبوع هنا كان في صوفي بيتكلم جوا المسجد ده، صوفي ابدقن عامل له دقينة كبيرة كده، ده ساق الساي خشمه ما فتحه، مش هنا بيجي كورك لنا يا ستي مريم ويا سيدة نفيسة، جوا هنا ساكت للدرويش ده بيسمعه لغاية ما انتهى من كلامه. فهمت كلامي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة كويس، فشوف ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة قال، ربنا سبحانه وتعالى قال:
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ ده الله ما ده ما محمد عثمان المرغني ولا الكباش ولا المكاشف، موضوع ده حق الله فوق، ما في ولي تاني بشارك الله. وده المأولية شوق بتاعنا الصوفية، ده المأولية نتحدى أي صوفي في البلد دي. البرعي ما ولي، مكاشفي ما ولي، محمد عثمان المرغني ما ولي، ده الأولياء بتاعين شواطين. لأنه ربنا لما نتكلم عن الأولياء سورة البقرة ربنا قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله قال إنه في ناس أولياؤهم الطاغوت، يا هم الصوفية ديل، ديل طواغيت، رؤساء الطرق طواغيت. الدليل دليل ما نقله ابن عباس حبر الأمة الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما نقل ابن الغيم قال الطواغيت كثر ورؤوسهم خمسة، طواغيت كتار، منهم قال إبليس عليه لعنة الله، ده أول طاغوت. نمرة اثنين قال من عبد من دون الله وهو راض، وده الحاصل عند الشيوخ بتاعنا الصوفية. شيخ تلقى في الحولية يبشر ويجي من هناك درويش يسجد له تحت كراعه زي ما عمل والدمرين بتاع الهلالية، كويس، في نص الحلقة بيجع الشبط بتاعه كده، الدراويش عشرة يشاكلوا بالشبط بتاعه، بعد ذاك يعمل لهم كراعه كده يرقطوا تحت كراعه. ده عبد من دون الله هو شنو؟ وهو راض، ده طاغوت. نمرة اثنين قال من دعا الناس لعبادة نفسه، وده الشغل بتاع الختمية، محمد عثمان المرغني في كتاب مجموع الأوراد الكبير في آخر صفحة قال إن كنت في هم وكرب وشدة فنادني بيا مرغني أنجيك من كل شدة. والدعاء ده عبادة، وده دعا الناس إنه ينادوا مع الله، ويبقى ده شريك وده طاغوت لله سبحانه وتعالى، لأنه دعا الناس لعبادة شنو؟ نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا مسلمين نسمع كلام الرسول ونسأل الله، ولا نسمع كلام الصوفية وننادي الشيوخ؟ ننادي منو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربنا قال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. صوفيا ديل بيقول لك تنادي الشيخ. قال البرعي في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة قال إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. قال لو حصلت مصيبة في البلد تقول يا إسماعيل تلحقنا. البرعي ده عنده علاقة مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نددك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره، قال إذا سألت فاسأل. يا جماعة النبي قريب، الرسول عليه الصلاة والسلام قريب لابن عباس، لو كان بجوز إنك تنادي الرسول كان قال لي إذا سألت فاسأل، فاسألني أنا أقول يا رسول الله تلحقنا، لو كان بجوز. قال إذا سألت فاسأل الله. والصوفية هنا البرعي بيقول قل يا ولي الله إسماعيل، فده شريك. وده بوريك إنه الصوفية ده ما عندهم علاقة بالدين الإسلامي أبدا، وإنما شيوخهم وأسيادهم يدعون الناس إلى عبادتهم. أنا أكتفي بهذا القدر، وأقدم أخونا الشيخ محمد نورين فليتفضل.